في خدمه معنيه تعاون الشعب وتعاونني انا وتعاون الدوله، وحاجه نفتخروا بها مش حاجه عيب، فهمتني؟ معنيه كي العبيد تشوف معنيه شباب هكا يخدم على روحه، زيد تمركز، زيد تشجعه، معنيه زيد توصل ميساج اكثر للدوله. ما عادش عندي كليونيت، انا عندي اصحاب، معنيه نوصل في عبيد، معنيه تلمو كل يوم نوصل فيهم، للي حس روحي معنيه حسنا رواحنا عائلة، فهمتني؟ أخي بحاجة أصعب حاجة كوني نخدم مانيش أموري مانيش أمورها قانونية، فهمتني؟ هذيك أصعب حاجة، هاكا معناها قاعد يعدي لنا ويراعي في الظروف، مالو إلا مواطن كيفنا، فهمتني؟ أما كي يجي أورد من عند عرفه أكيد راه باش يفك لك الموتور باش يعمل لك قلق، معناها أنا نخدمه في النوار اللي ربي يحلها معناها. جبت موتوري وقفت أنا وربي والحمد لله. ربي من وقتها شدت الثنائي، زعما انت احنا تو واقفين لهنا بنديه مانيش بنديه، اما عارفونا زويونا نخدموا نظافه واحد حتى انت كانت لهنا النطره والبركاجات وريني تو ماعادش فما حتى حد، انا متقبل متعرض لبرشا حاجات باش تقعد البلاصه نظيفه، كي نحب كي ندور على الموتور ومعايا كليون راسي الفوق ما نقعدش من الزنقه للزنقه خايف من البوليس يوقفني خويا بادج اي حاجه، كيما التاكسي كيما النقل الجماعي كيما الناس الكل نحب نمشي راسي عالي، شوفهم خويا كيفاش العباد نطيشه، شوف التاكسيات بولت صاحبي بولت ماكش في ثنيتي بولت، عارفين احنا متخلقين من، اما انت ما تهزش في وسط البلاد، انت ما تحبش تهز، انت ما ناحيني انا صغير ولا دك، انت مراه كبيره وراجل كبير ما يهزوش. كيفاش انا ناخذ كهرباء نخلص تقريب توصل لي 100 مليون وتامين ب 4 ملايين والاخر يجيب لي موتور وينجم يصور كيف انا؟ هذوما ناس معناتها ولاو عشوائيين في كل بقعه وقاعدين يكثروا بصفه رهيبه، ولاو يقلقوا حتى في التاكسيات ولا حتى عرق ما بين التاكسي وما الموتورات، هذوما لهنا نحن باش نوقفوا وربما نمشيوا حتى الاضراب، الاضراب المفتوح. خدمتنا الأكثرية معناتها على الكورسات القرا، لومبوتياج تعرفها وسط البلاد، كياسات صغار، إدارات، ليسيات كذا، الناس الكل تتغصب، معناتها كار، مترو، تران، نقل جماعي كذا، تاكسي، وفما مونك عندنا في الترونسبور، معناتها جاء تنفس العباد، معناتها هذه يسأل أي واحد تقول له تاكسي موتور شنو يقول لك رحمة، تاكسي السفر أخويا فما اللي تلكش عليك، فما اللي تبدا متعدي يجي يسكر عليك كذا، دخول صغار معناتها وهو قسم على ربي سبحانه وتعالى، أترو أخويا التاكسي هذايا أخويا تعملونا محطات، تعملونا بادجوات. تنخلصوا الدوله تعطيونا معلوم رمزي رانا معناتها اللي باش تقولوا لنا الدوله رانا نحن اخويا رانا نفضوا ورانا راضيين بيه.